إن خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين لا يزال صعباً بعد الانتخابات غير الحاسمة. هكذا علقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 15 من أيار الماضي. ورأت فيتش أن نتيجة غير الحاسمة للانتخابات ستجعل من الصعب على أي معسكر أن يشكل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان، ما يزيد من تعقيد قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمثل شروطا مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين. الوكالة الأمريكية لفتت إلى أن الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيين ليست واضحة دائما، وقالت إن الانتخابات أضعفت مكانة حزب الله في مجلس النواب، حيث خسر التحالف الذي يتزعمه 10 مقاعد والأغلبية النيابية. لكنها لفتت إلى أنه مع ذلك لا تزال كتلة حزب الله الكبرى في البرلمان، حيث تضم 61 مقعدا من أصل 128. ورأت أن أضعاف الكتلة الموالية لحزب الله سيعطي صوتا أكبر للأحزاب الأخرى، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعبا. وعن تأليف الحكومة حذرت وكالة فيتش من أن عدم وجود معسكر فائز واضح في هذه الانتخابات الأخيرة يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، كما حذرت من إمكانية إعاقة الإصلاحات بسبب المعارضة الداخلية أو مزيد من الاضطرابات. الوكالة أشارت إلى أنه بمجرد توصل لبنان إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن إعادة هيكلة ديونه بالعملات الأجنبية وإتمام هذه العملية، ستقوم بتحديد التصنيفات بناء على تحليلها لرغبة الدولة السيادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الجديدة المتعلقة بديونها بالعملات الأجنبية. وحتى ذلك الوقت أبقت فيتش تصنيف لبنان على مستوى سيسي الصادر عنها منذ آب 2021.